أسراري وعن حكاياتي هناك بحكيلا. كنت كتير يا ربي بفكر من دلوقتي وحتى مفكر إني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك. كنت في قلبي دايما أصلي يفضل حبك في يتملي وما فيش حاجة في يوم تمنعني إني أجيلك وأفضل أحكيلك. وأما كبير ناديتك تاني بس لقيت في ايديا يا ربي ايوب منعاني حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. وبعد تاني يا ربي بفكر انت رجع لك وازاي حضر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك. وبعد تاني في قلبي بصلي انك تغفر لي وتفلي شهوة قلبي وروحي تملي اني اجيلك وافضل احكيلك. واما ارجع لقيتك حالي بين احضان الاب الروح فرح يملاني مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني. وازاي بقى يا رب هتبقى على غفرانك وعلى رعايتك افضل طول الوقت اطوعك جوا طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر امجد اسمك اغلى عنه بيقدم لك لما اجيلك. وازاي بقى يا رب هتبقى على غفرانك وعلى رعايتك افضل طول الوقت اطوعك جوا طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر امجد اسمك اغلى عنه بيقدم لك لما اجيلك. I'm sorry.